بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تطرقنا في الحلقات الماضية حول 4 معالم من معالم الثقافة الإسلامية الأصيلة، وذكرنا أن المعلم الأول لهذه الثقافة أن مصدرها رباني عكس الثقافات الأخرى، وفي المعلم الثاني ذكرنا أن هذه الثقافة تتميز بأنها مرتبطة بفطرة الإنسان، وفي المعلم الثالث ذكرنا أن الثقافة الإسلامية شاملة لجميع مناحي الحياة، وفي المعلم الرابع ذكرنا أن هذه الثقافة تسخر جميع الطرق المشروعة للتمدد. في هذه الحلقة نبدأ الكلام حول المعلم الخامس من معالم الثقافة الإسلامية الأصيلة، وهو أن هذه الثقافة تشبع الحاجات النفسية والمعنوية للإنسان بعكس الثقافات الأخرى التي ليست لها هذه القابلية بأن تشبع الحاجات المعنوية والنفسية للبشر. نحن كما نعلم الإنسان مركب من جسم وروح، وجسم الإنسان كما هو بديهي يحتاج إلى الطعام، وكما أن هناك أطعمة تنسجم مع تركيبة الإنسان الجسدية، فإن هنالك أطعمة لا تنسجم مع تركيبة الإنسان الجسدية. فالأطعمة التي تنسجم مع تركيبته، هذه الأطعمة تتحول إلى طاقات، وجسم الإنسان يبقى جسما سليما. ولكن الأطعمة والأشربة التي لا تنسجم مع طبيعة الإنسان، فإن هذه يعني مع جسم الإنسان، فإن هذه الأطعمة تكون عاملا مضرا لجسد الإنسان. قد يكون الضرر فوري وبليغ كالسموم والأطعمة الفاسدة، وقد يكون الضرر تدريجي ويظهر نفسه الضرر بعد حين. ولذا كثير من الأمراض المنتشرة في عالم اليوم سببها الأطعمة غير السليمة، أو الأطعمة التي تحتوي على مواد مضرة لصحة الإنسان. هذه المعادلة كما هي صحيحة في جسم الإنسان، فكذلك بالنسبة إلى روح الإنسان. روح الإنسان أيضا بحاجة إلى طعام، وطعام هذا الروح يكون معنويا لا ماديا. فبناء على ذلك الإنسان إذا أشبع حاجته المعنوية بطعام معنوي روحي سليم، فإنه يعيش حياة سعيدة ونفسية تكون نفسية مستقرة،
ويكون بعيداً عن المشاكل النفسية والأمراض النفسية. ولكن إذا لم تصل إلى الروح الطعام المعنوي، الأطعمة المعنوية، أو وصلت إليها أمور، هذه الأمور لا تنسجم مع روح الإنسان ومع نفس الإنسان، فإن هذا الإنسان يبتلى بالأمراض النفسية. قد تظهر هذه الأمراض فوراً وقد تظهر بعد حين بأثر التراكم. وكما أن الإنسان إذا لم يحصل على الطعام السليم لجسمه، فإنه في كثير من الأحيان يضطر إلى استعمال الطعام غير السليم. كذلك الإنسان إذا لم يجد طريقاً صحيحاً لملء فراغه الروحي وحاجته الروحية، فإنه بالنتيجة سيملأ هذا الفراغ بطريقة غير سليمة وبأمور مضرة. نحن نشاهد أن الإنسان عندما يكون جائع ولا يجد طعاماً إلا طعام مضر، فإن الإنسان لحاجته الجسدية عادة يأكل ذلك الطعام، وإذا لم يجد شرابا صحيا وكان قد غلب عليه العطش، فحتى لو وجد ماء آسن فإنه حينئذ قد يشرب ذلك الماء لملء حاجته الجسدية. وقليل من الناس هم الذين يتمكنون من مقاومة الحاجة الجسدية. ولذا في قضية طالوت وحربه مع جالوت، الله عز وجل اختبر جيش طالوت بنهر، إن الله مبتليكم بنهر. هؤلاء غلب عليهم العطش والله امتحنهم بالماء، و أمر طالوت ألا يشربوا إلا غرفة بيمينهم، لكن لأنه كانت حاجة جسدية الله امتحنهم في هذا الأمر. أكثرهم سقطوا في هذا الامتحان. لماذا؟ لأن الجسم يحتاج إلى الماء، فلما وجد الماء أمامه الحاجة الجسدية غلبت على العقل، فارتكبوا المعصية وشربوا كثيرا، إلا القليل منهم الذين خرجوا من هذا الاختبار بسلام وأطاعوا الله سبحانه وتعالى وأطاعوا ملكهم طالوت. هذا يدل على أن الإنسان حينما تكون الحاجة الجسدية له موجودة، قد هذه الحاجة تعمي بصره من رؤية الحقائق. الحاجة المعنوية، إلحاحها على الإنسان أكبر من الحاجة الجسدية. ولذا نحن نشاهد أن الذين ضلوا الطريق لا يتمكنون من ملء حاجاتهم الروحية بشكل سليم، فلذا يجربون مختلف الطرق غير السليمة، وتلك الطرق غير السليمة لا تلبي احتياجاتهم، والنتيجة وقوعهم في أضرار كبيرة ووقوعهم في الأمراض النفسية الشديدة. نحن نشاهد مثلا في البلدان الغربية، البلدان الغربية من حيث التطور الصناعي متطورة، ومن حيث أيضا الاستقرار السياسي والتطور السياسي أيضا إلى نوع ما متطورة، ولكن هذه البلدان مع أن الشعوب فيها والناس فيها عادة مستغنون، وهناك استقرار سياسي وأمان موجود والرفاه متوفر، ولكن نسبة الأمراض النفسية في هذه البلدان هي النسبة الأعلى في العالم. لماذا؟ لأنه ألغوا من برامجهم
الجانب المعنوي والجانب الروحي. وحتى إذا هناك توجد بعض الجوانب الروحية فإنها بطريقة غير سليمة وغير صحيحة ولا تلبي الحاجة الواقعية للإنسان، فانتشرت الأمراض النفسية وانتشر الانتحار وانتشرت المشاكل الأسرية والتفكك الأسري وما إلى ذلك. أحد مفكري أمريكا وكان رئيساً للجمهورية معروف ريتشارد نيكسون له كتاب، هذا الكتاب ألفه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق باسم أمريكا والفرصة التاريخية. في هذا الكتاب يذكر أن أمريكا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي تحولت أو ستتحول إلى القوة العظمى الوحيدة في العالم، ولكن هناك أخطار تحدق بهذه القوة العظمى، وإذا لم نحاول كما يقول هو، وإذا لم نحاول علاج هذه المشاكل فإن هذه القوة العظمى التي امتلكناها في هذه الفرصة التاريخية ستنهار. من أهم المشاكل التي يذكرها يقول ما معناه أن في أمريكا يوجد ما يقارب 20 مليون من الشباب، هؤلاء مصابون بالأمراض النفسية جراء الخواء المعنوي والروحي. يعني هؤلاء 20 مليون شاب وشاب، نسبة هائلة يعني تقارب 10% من نفوس الولايات المتحدة في ذلك الوقت، ونسبة كبيرة من نسبة الشباب من هؤلاء. هؤلاء يعيشون في فراغ معنوي، في فراغ روحي، في خواء لا يجد معنى لحياته، لأن الإنسان إذا كانت حياته حياة بهيمية يعني كالبهيمة فقط همها علفها، يكون همه في بطنه وفي فرجه وفي استراحته وفي راحته، هذا الإنسان يصاب بالخواء، ما معنى حياتي؟ هكذا يفكر. والإنسان الذي يصاب بالخواء والفراغ القاتل، هذا الإنسان يصاب بالأمراض النفسية. فيقول نيكسون أن هؤلاء طعمة للأفكار التي قد تدخل إلى بلادنا وتخالف نهجنا. يعني هذا عندما يحس بفراغ وخواء كالجائع الذي يبحث عن طعام يأكله، أي طعام حصل عليه يتقبل ذلك الطعام. فهؤلاء لأنهم يعيشون في هذه الحالة من الخواء فإنهم طعمة للأفكار التي قد تخالف قيمهم. فبناء على ذلك الفراغ الروحي هذا قاتل، ويسبب أن كثير من الناس يتخلون عن منهجهم وعن ثقافتهم لهذا الخواء الروحي. عندما نأتي إلى الثقافة الإسلامية نجد أن الثقافة الإسلامية بعباداتها بأدعيتها بارتباطها، ارتباط الإنسان بالله سبحانه وتعالى، بحضور الدين في كل لحظة من لحظات حياة المسلم، هذه الحاجة، هذه الثقافة تلبي حاجة الإنسان المعنوية، فلا يحس بالخواء ولا يحس بعبثية الحياة، ويحس ويشعر بالطمأنينة وبالراحة. لماذا الآية الشريفة تقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ لأن ذكر الله سبحانه وتعالى هو
الحياة المعنوية للإنسان، الطعام المعنوي إذا جاز التعبير للإنسان. فعليه هذه الثقافة الإسلامية تلبي الحاجة المعنوية للإنسان. ونحن الآن ألسنا نقول إن البلاد الإسلامية تعيش حالة من التخلف؟ والجميع يعلم هذا الأمر، ولكن نجد أن الأمراض النفسية في البلدان الإسلامية أقل بكثير مما يجري في البلدان غير الإسلامية. التفكك الأسري أقل، الخواء المعنوي والروحي قليل جداً. طبعاً كلما قويت الثقافات الأخرى في هذه البلدان ولم يكن هناك وعي وتربية دينية صحيحة تزداد هذه المشاكل كما هو واضح. ولكن بشكل عام مع وجود هذا التخلف نجد أن المشاكل النفسية والمعنوية أقل بكثير من تلك البلدان. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان ويعلم كل ما يصلح الإنسان ويعلم كل ما يضر الإنسان، ولأنه يعلم ما يضر ويعلم ما يصلح فإن الله سبحانه وتعالى جعل النظام العملي لحياة الإنسان والنظام الفكري العقدي إذا جاز التعبير للإنسان، هذا النظام يتلائم مع حاجته المعنوية. كما لو نفرض أن هناك مريض، هذا المريض نقلوه إلى المشفى وهناك مجموعة من الأطباء الذين هم خبراء في علم الطب، خبراء في جسد الإنسان، إذا فحصوا هذا الشخص ثم قالوا بأن هذا الشخص الطعام الفلاني والطعام الفلاني يضره وينبغي عليه أن يأكل الطعام الفلاني والدواء الفلاني، طبعاً لماذا نحن نقول أن على هذا المريض أن يلتزم بتعاليم هؤلاء الأطباء؟ لأنه نعلم بأن هؤلاء الأطباء يعرفون جسم الإنسان ويعرفون حاجة جسم هذا الشخص، مع أن معرفتهم ليست معرفة مطلقة وكاملة يحتمل فيها الخطأ، ولكن العقلاء يقولون ينبغي على المريض أن يلتزم، وعادة إذا التزم المريض الله عز وجل يشفيه ويتم العلاج أو لا أقل يتم تبطيء المرض. الله عز وجل خلق الإنسان وهو أقرب إليه من حبل الوريد، يعرف حاجات جسد الإنسان ويعرف حاجات روح الإنسان. النظام الفكري أو العملي التي جعله الله سبحانه وتعالى نعبر عنه العمل بالثقافة الإسلامية الأصيلة، هذا النظام ينسجم مع حاجة الإنسان ويملأ حاجة الإنسان المعنوية بالتمام والكمال بدون أن يكون هناك خلل وبدون أن يكون هناك نقص وإحساس بالخلل والنقص من هذا الإنسان. فبناء على ذلك الثقافة الإسلامية الأصيلة، المعلم الخامس من معالمها أنها تشبع الحاجات المعنوية والنفسية للإنسان. ولذا نحن نجد أن بعض المرضى النفسيين حينما يريدون أن يعالجوهم يلتجئون إلى بعض مفردات الدين. ونقل لي أحد الإخوة وهو كان يعمل في عيادة للطب النفسي في إحدى الدول الأوروبية، قال إن بعض المرضى النفسيين كانوا يحولون على عيادتنا أو هم يأتون إلى عيادتنا باعتبار أن هذا الرجل طبيب مسلم أو يعني دارس العلوم الدينية إضافة إلى الطب النفسي. يقول كانوا يحولون المرضى إليه، ومن ضمن كلامه أن هؤلاء المرضى
من أسباب مرضهم أنهم حينما انفصلوا من المجتمع الشرقي الذي كانوا فيه عادة بالهجرة، عاشوا أجواء بعدتهم عن الأجواء المعنوية وعن الأجواء الروحية، وهذا سبب عملا أن يكون هناك جوع إن صح التعبير نفسي، وهذا ولد خلل في شخصية هؤلاء وفي نفسيتهم وفي معنويتهم. يقول: كنا نحاول عبر التعليمات الدينية أن نرجعهم إلى الحالة التي كانوا عليها وإلى الشفاء من الله سبحانه وتعالى، بسبب أنه نلقي لهم بعض المحاضرات الفكرية بأسلوب علاجي، وهذه المحاضرات الفكرية محاضرات دينية. يعني الخطيب الآن يجلس على المنبر ويلقي كلمات، لعل البعض يستشكل على بعض الخطباء: لماذا هذه الكلمات المكررة مثلا بالنسبة إلى بعض الخطباء، ولماذا كذا، ولماذا لا تأتي بالجديد، ولماذا من هذه الإشكالات التي كثرت في الآونة الأخيرة. لكن هؤلاء لا يعلمون بأنه صحيح إذا كان الخطيب يأتي بمطلب جديد هذا الأمر مرغوب فيه وأحسن، ولكن حتى إذا لم يأتي به أمر جديد أتى بأمر مكرر، هذا طعام، مثل الإنسان يأكل في كل يوم طعام يشابه الطعام الذي أكله في اليوم الماضي. إذا أكل طعام في اليوم الثاني يشابه الطعام الذي أكله في اليوم الأول، هذا ليس إشكالا. لماذا أكلت هذا اليوم طعام ولم تطور في طعامك من اليوم الماضي؟ نعم، لو كان هناك تنويع أو تطوير أفضل، لكن إذا لم يكن تنويع أو تطوير لا إشكال في ذلك، لأنه غذاء معنوي حتى إذا كان مكررا ومتشابها. إن شاء الله سنواصل الحديث في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها